السلام عليكم مشاهدين الكرام. في الصراع الجزائري المغربي أو في الاعتداء على حق المغرب في صحراء كتطرح أهمية الوثيقة، وهنا كنلاحظوا على أنه خصوم وحدتنا الترابية بدأوا كيلتجؤوا لهذا المجال وكيحاولوا أنه يحوروا الوثيقة وما يحطوهاش في الموقع ديالها، ويصفطوا بعض الخدام ديالهم بعض العناصر المشبوهة باش يا إما يحرفوا ديك الوثيقة أو يبدلوها الموضع ديالها ويبدلوها الاتجاه ديالها. وطبعا الحمد لله احنا في المغرب هذا دورنا جميعا أننا نتصدى لهذا المجال، وكيدار مجهود وهذه فرصة باش نسلطوا على جزء منه كنموذج لواحد المجهود اللي كيديروه. طبعا كاين ناس اساتذه اكاديميين، كاين مؤرخين، كاين عاوتاني ناس اللي كيشتغلوا في المجال الفني من كتاب سيناريو، من مخرجين اللي كيعتمدوا على الوثيقه واللي وعاوا باهميه الوثيقه واهميه حدث معين في اثبات مغربيه الصحراء وفي تاكيد مغربيه الصحراء وفي المحافظة على ممتلكتنا. وفي هذه الحلقة غادي نسوق نموذج ديال واحد الفيلم وثائقي سميتو سفينة الحقيقة، سيناريو جلال بلوادي وإخراج فاطمة جبيع. وهذا الفيلم الوثائقي حصل على جائزة الفيلم المغربي ضمن فعالية الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان في الرباط. هو جد مهم، استغل او اعتمد على حادث ديال غرق واحد السفينه اسبانيا سنه 1784 في نواحي بوجدور، والاحداث اللي صاحبتها كتاكد مغربيه الصحراء، لانه الحل او الناس اللي معنيين بالامر توجهوا الى السلطان. فالفكره العامه ديال هاد الفيلم الوثائقي وهو ان هاد جنوح السفينه الاسبانيه بسواحل راس بوجدور سنه 1784 شكل واحد الحدث تاريخي بامتياز في علاقه المغرب باسبانيا، بحيث اننا في هاد الفيلم الوثائقي غادي نوقفوا بشكل صريح على اعتراف اسبانيا والتاريخ بسياده المغرب على المناطق الصحراويه. وانطلقت فكره الفيلم من مجموعة من الوثائق التاريخية اللي كتضمنها العديد من الوثائق، واللي جمعها كتاب الحوار التاريخي الكناري الامريكي قسم كناريس وشمال غرب افريقيا المجلد الثالث صفحة 54، واللي من خلالها كنوقفوا بشكل صريح وواضح على اعتراف اسبانيا بسيادة المغرب على رأس بوجدور في الصحراء المغربية، وذلك على اثر كما قلت جنوح سفينة صيد كناريا عام 1784 قبرت السواحل المحاذية للصحراء المغربية. ومن هنا كتبدأ القصة على هذه الحقيقة التاريخية المثيرة التي لا يرقى إليها شك ولا ريبة. ونسمعوا الآن جلال بلوادي هو كيعطينا الفكرة ديال هذا الفيلم الوثائقي. كما كنقول في سفينة الحقيقة للمخرجة اللي قامت بإخراج ديالو الأستاذة القديرة فاطمة الجابيع، يعني دارت إخراج جميل جدا. هو فيلم وثائقي تاريخي وطني يهدف إلى تقريب الرأي العام الوطني والدولي من قضية الصحراء المغربية بالرجوع إلى حدث تاريخي مهم وقع في سواحل بوجدور سنة 1784، هو جنوح سفينة إسبانية، وهي السفينة الإسبانية المعروفة عند الإسبان في الأرشيف الإسباني نوسترا سينيورا دي لا سانغوستياس، حيث شكل ذلك الحادث منعطف جديد في العلاقات الإسبانية المغربية باعتراف إسبانيا بسيادة المغرب، لأن هذا الحدث كيبين أن إسبانيا تعترف بسيادة المغرب منذ القدم، وحتى التعاملات اللي كانت قبل بين المغرب والدول المجاورة به واللي كانت عنده علاقات مع سواء الولايات المتحدة أو لا إسبانيا، فرنسا، النرويج، بزاف ديال الدول، بريطانيا، كلها كانت من منظار الصحراء المغربية الغربية، عارفين كل شيء، عارفين وكل وكاع عندهم الوثائق. الوثائق اللي حصلت عليها مثلا في هاد سفينة الحقيقة او لا في الوثيقة دوكيمونتير، كله فيلم كامل اسمه الوثيقة
اللي كان تم دعمه من طرف المركز السينمائي المغربي في 2019. يعني كله كيعتمد على حقائق. إذن كما أن هذا الفيلم يكشف عن زيف أطروحة المتربصين بالوحدة الترابية، اللي يبغى يدخل لهذا ويشوف الوثائق اللي فيه، وأنا غنعطيكم من تجيبوا هذه الوثائق ماشي من المغرب، تمشيو تجيبوها من إسبانيا تثبت هذا الحديث اللي كي يبين علاقة المغرب بإسبانيا من منظور الصحراء ديالنا. وقلنا وما حيث سيتخلل التصوير للأحداث التي أدت إلى جنح السفينة الإسبانية وما رافق ذلك من تداعيات بقالب فني سينمائي رائع، ويستضيف الفيلم تلة من المؤرخين والمحللين السياسيين وبعض شيوخ القبائل لصبر أغوار حدث نوسترا سينيورا دي لاس أنغوستياس، لأن هي السفينة. دونك والجميل، وكان واحد الأمر مهم خصنا نعرفوه، هو ملي كيكون يتم دعم فيلم من طرف، شوف النزاهة اللي عندنا حنا كمغاربة، أبدا لا نعتمد على التزوير ولا على التلفيق أبدا، حتى في هذه الأفلام الوثائقية التي نتقند بها للمركز السينمائي المغربي من أجل الدعم، طلب الدعم طبعا كتفوت في لجنة لجان ماشي لجنة، يعني عندك لجنة في المركز السينمائي كتشوف الوثائق بعدا اللي راك غادي تدلي بها واش هاد الوثائق صحيحة ولا لا، لما كانت فيها شيء من الشك يتم رفضها، ولو أن الفيلم يتكلم على الصحراء الغربية المغربية بأنها مغربية لا يهم. شوف المصداقية ديالنا حنا كمغاربة ومصداقية المركز السينمائي المغربي، يعني أي خلل أي شك في أي وثيقة في أي معلومة أي بحث يتم رفضه هذه قبل ما يدخل اللجنة، أما لا تم قبوله في اللجنة الأولى فهو إذا شافوا الفيلم يعني كيمس تشي جهة ما عندوش أغراض عدائية ما عندوش حد صور، يعني حتى الفيلم ما تكونش عنده أغراض من أجل العداء فقط، لا خصو يكون فيلم من أجل إظهار حقائق بعيد على كل حاجة تؤدي إلى العداوة أو الهاتشي. ومن بعد كيدوز في اللجنة واللجنة كتناقشك وكيشوفوا ديك الوثائق اللي عندك المعطيات والبحث واش يتم دعمه ولا لا. إذن راه إلا تم دعم فيلم وثائقي حول الصحراء المغربية في المغرب، راه نتأكدوا بلي غادي نشوفوا وثيقة تاريخية نعتمد عليها حتى في الآن في الملتقيات الدولية اللي كنشوفها بحال اللجنة الرابعة أو غيرها. إذن الحادثة وقعت في 1784، كتصور بواحد الطريقة رائعة فيها ممثلين من إسبانيا والمغرب متدخلين، وغادي نتمنوا نشوفوا اللقطات ديالو. من بعد كتجي واحد كتجي الوثيقة، طبعا المعطيات ديال هذا الشريط الوثائقي هي مأخوذة من كتاب التاريخ الكناري الأمريكي، راه كاين نروحوا لزارشيف إسبانيا وغادي تلقاو، راه عندي أنا عندي هنا حملتو، عندي الوثائق، عندي حتى اسم البحارة اللي كانوا غاديين في هاد الباخرة نويسرا سينيورا ديال لاس أنغوستياس، حتى هما كاينين عندي. هي عندنا وثائق ورسائل تثبت مغربية الصحراء من خلال الرسائل اللي كانت تقدم بها تراسل بها إسبانيا المغرب لإرجاع هاد البحارة اللي غرقوا في سواحل بوجدور. وقبل ما ننتقلوا باش نتكلموا كيفاش تعاملت معه الأستاذة فاطمة جبيح مع هذا الفيلم في الإخراج ديالو، غير نبينوا على أنه هاد الشرط الوثائقي غادي يتخلوا فيلم تمثيلي للوقائع، وجاء باش ينجز الموضوع على مستويات متعددة، منها المستوى السياسي من خلال توضيح العلاقة السياسية اللي كانت كتربط المغرب بإسبانيا، إبان حكم المولى محمد بن عبد الله من جهة، وعلاقة المغرب بالجنوب ديالو وعلاقة سكان الصحراء بالعرش منذ ذلك التاريخ من جهة أخرى. كذلك على المستوى الوطني كيسعى الفيلم إلى تنوير الرأي العام بعدالة قضية الصحراء المغربية لكون جذورها ضاربة في القدم. على المستوى الاجتماعي من خلال تسليط الضوء على حسن المعاملة والنبل والكرم، وهي خصال متأصلة في المجتمع المغربي، وهو ما كيتجلى من خلال حسن معاملة البحارة الكناريين الناجين اللي غرقت بهم السفينة. والمستوى الاقتصادي رصد مواقع الجمال في مدن الصحراء المغربية والتأكيد على مغربية الصحراء منذ القدم. هنا كان عندي اتصال بالأستاذة فاطمة جبيع بواسطة جلال بلوادي، وتكلمت على باقتضاب يعني المجال المسألة اللي اعتمدتها في إخراج هذا الفيلم الوثائقي، نسمعوا لها ونزيدوا ونوضحوا واحد مجموعة من الأمور
بما يخص هذا الموضوع؟ بالنسبة لي فيلم سفينة الحقيقة أو نويسترا هو واحد الفيلم اللي يوثق، يحمل وثيقة توثق لأحداث تاريخية أساسها هو الإنسان. أنا كمخرجة جيت لهذا الفيلم واشتغلت على العلاقات الإنسانية اللي احنا في أمس الحاجة لها، لأنه هو فعلا هو وثيقة. هاد الوثيقة بالنسبة لي أنا كمخرجة شكون اللي ممكن يتكلم عليها أكثر؟ هو المؤرخ. ولكن أنا كمخرجة شنو هي الإضافة اللي ممكن نضيف أنا لهاد الوثيقة اللي يوثق لها المؤرخ على لسان أو اللي اشتغل عليها السيناريست؟ قلت مثلا أنا مخرجة هاد العمل، واش فعلا احنا في هاد الوقت اللي احنا كنعيشوه دابا واش احنا محتاجين للصراعات؟ طبعا لا، احنا محتاجين لعلاقاتنا الانسانيه، لان الارتباط بالمكان هو ارتباط بالانسان. وداخل هذا الفيلم حاولت نصر العلاقات الانسانيه اكثر، لان هي اللي تثبت على اننا كناس خصنا نرتبطوا مع بعضنا ونحبوا بعضنا، لان الارض هي ملك للانسان، والانسان فين ما مشى ممكن يعيش بالود، بالإخاء، بالمحبة. دونك بالنسبة لي أنا حاولت ما أمكن أن يعني نصر العلاقات الإنسانية أكثر في فيلم سفينة الحقيقة، اللي كانت في عمقها تحمل العلاقات الإنسانية، لأن حتى الوثيقة هي تتحدث أكثر على العلاقة الإنسانية اللي ربطات هاد الناس في واحد الحقبة معينة وخلاتهم يتعاونوا مع بعضهم باش يعني يكونوا متفاهمين، يكونوا يعني يمدوا يد المساعدة لبعضهم. دونك الفيلم بالنسبة لي أنا هو علاقة إنسانية أكثر منها على صراع على الأرض. تمشيا مع هادشي اللي ذكرت الأستاذة فاطمة جبيع، وخاصة الجانب الإنساني في الحدث التاريخي، هنا كتلتقي مع شيء اللي داروا الأستاذ كمال مخرج فيلم وحده الحب. وحده الحب هو فيلم توا كيتكلم على العلاقات المغربية الجزائرية، وما كيركزش على الجانب السياسي، ولكن كيركز توا على الجانب الإنساني على وحده الحب. وهنا يمكننا نطرقوا كذلك إلى الجانب اللي كيهتموا به واحد مجموعه من الناس، وهو الجانب الثقافي. واحد مجموعه من الفعاليات مازال كيشتغلوا على المستوى الثقافي، على المستوى الفني، يعني بحال كنقول واحد الخطوط متوازيه خدامه. كاين السياسي اللي فيه مثلا مآسي كثيره، ولكن كاين الناس اللي مازال شادين مشعل ديال الامل وكيتكلموا على الجانب الثقافي والجانب الفني اللي ممكن انه يساهم في حفاظ على اواصر العلاقة ما بين الشعبين المغربي والجزائري. نسمعوا السي كمال ونكملوا. فلا توجد عائلة في الشرق المغربي ليس لها قريب في الجزائر، وليس في الغرب الجزائري عائلة واحدة ليس لها قريب في المغرب. فهادو ناس يتجاوزون الحدود ويتجاوزون الجنسيات ويتجاوزون كل شيء، ما يهمهم هو حبهم لبعضهم الحب لبعضهم البعض. فلما تكون الأم جزائرية والأب مغربي، فهل هناك جنسية؟ لا توجد جنسية، هناك أم وابنها وهكذا، وابن العم وابن الخال، فهكذا. لأن الإنسان كما فيه بعض الكراهية فيه كثير من الحب. فنحن نحاول من خلال الفيلم أن نذهب إلى هذا الجانب الجميل في الإنسان أي كان. وعلى ذكر الشريط الوثائقي الوثيقة، نذكر بأنه هو فكرة جلال بلوادي، البحث التاريخي للأستاذ محمود أيت الحاج. وهذا الاسم خصنا نذكره يعني المفعول ولا الفعالية ديال الإنتاجات ديالو. عنده كتاب آخر سميتو المرأة البنبارية، لا نطقت الكلمة مزيان، وهو موضوع مهم إنه كيلامس واحد القضايا ديال واحد شريحة كبيرة من الناس اللي متواجدين الآن في مخيمات العار، الدل والعار، واللي عانوا. ومن خلال الأحداث كما شرح جلال بلوادي كنفهموا واحد مجموعة من الأمور. إذن
هنا كيتبين بانه كان واحد العمل جد مهم كيدار، سواء في على مستوى السيناريو، سواء على مستوى الاخراج، سواء على مستوى الدراسات التاريخيه، او على مستوى التحليل الاكاديمي، او على عده مستويات. هي من المفروض على كل مغربي يجاهد ويكافح من اجل ارضه بكل ما اوتي، سواء كان جندي، كان كاتب، كان غير ذلك، يعني ندافع على الارض ديالنا الى اخر رمق. كانت البدايه بدات في واحد اللحظه اللي كانت جد مستفزه، من خلال برامج، من خلال واحد القناه التلفزيونيه الجزائريه، وهي من العدد ديال القنوات التلفزيونيه الجزائريه، خاصه في القنوات الارضيه، كيعنوا كتكون تفرج شي فيلم او لا شي برنامج او لا تكون تشاهدوا، حتى واحد الشيء كيوقفوا كيديروا لك اعلان، يعني كتلقى الفيلم تخلو او البرنامج مجموعه من الاعلانات والبلاغات، بلاغ من هذه، بلاغ من هذه المؤسسه، من المؤسسه العسكريه، من يعني هذا الامر هذا، وكيجي واحد البلاغ واحد المؤسسة لا موجه يعني للكتاب والصحفيين الجزائريين، كيقولوا لهم في هذا البلاغ هذا أن كل من كتب في قضية الجمهورية الوهمية عنده مكافآت مالية. يعني بصراحة من شفت هذا الأمر هذا تصدمت، يعني أمر مستفز، كيفاش نتوما كديروا إعلان وبلاغ الكتاب ديالكم من أجل الكتابة في واحد القضية وهمية، اعتمادا طبعا ما عندكم حتى شي حاجه اللي غتعتمدوا عليها، اعتمادا على التزوير والتلفيق فقط. اذا هذه اللحظه دي كانت جد مستفزه ليا انا كمغربي، وفي ديك اللحظه غادي تجيني الفكره انني خصني نكتب، انا هو احق من يكتب على قضيتي بطريقه صحيحه وحقيقيه. وهذه القضيه اللي ترها سي جلال بلوادي جد مهمه، وهو ان تشوف النظام الجزائري خصوصا وحدتنا الترابيه كينفقوا اموال كثيره من الشعب، من ميزانيه الشعب الجزائري، من اجل النيل بالمغرب على جميع الاصعده. كينفقوا على البوليزاريو، كينفقوا على التسليح، كينفقوا على بزاف الامور، منها هذا الجانب هذا، على انهم كيحاولوا يحوروا التاريخ. هنا غادي نتكلموا على المغرب. فعلا انه كاين فعاليات كيجتهدوا كما قلنا، من المؤرخين ومن أكاديميين ومخرجين ومن فنانين ومن كتاب السيناريو، وكذلك رجال الإعلام والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الدولة خاص تدعم هالشي هذا، وخاصها تشجع هاد الناس، وخاصها تكون عندها ورش تشتغل عليه، لأنه هادو بمثابة جنود. فإذا كان جنودي مرابط في أقل من الجنوبية، فكاين جنود مرابطين في عدة مجالات، لا بد من دعمهم، لا بد من تشجيعهم ماديا ومعنويا، وتوفير واحد مجموعة من الظروف. هكذا كنكونوا أننا اشتغلنا على واحد الورش جد جد مهم، وكيبقى على أنه المغاربة كانوا داخل المغرب أو خارج المغرب وأصدقاء المغاربة أنهم يدعموا هذا العمل بشكل كبير. أما خصوصا عددنا الترابية وما غير البرد. شكرا أتمام بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.